انطلاقا من استراتيجية معهد الشارقة للتراث في الحفاظ على الموروث الشعبي وتناقله بين الأجيال، نظمنا اليوم في حارة السدرة التراثية فعالية التراث بين الأصالة والمعاصرة، طبعا بمشاركة المدارس ومشاركة طلاب وطالبات المدارس، من ضمنها 15 لوحة تحتوي على رسومات خاصة بالتراث وتدل على التراث والموروث الشعبي، طبعا بمشاركة ممثلي الدوائر الحكومية بمدينة خورفكان. حارة السدرة التراثية أصبحت حاضن ويعني ملتقى لكثير من الفعاليات اللي نظمها معهد الشارقة للتراث. في هذه الحارة طبعا تم إعادة ترميمها وتجهيزها بشكل جدا تراثي جميل لتصبح من أهم المناطق التراثية بمدينة خورفكان. خلال الفترة القادمة إن شاء الله راح تكون هناك فعاليات ثقافية تراثية صيفية في حارة السدرة التراثية، طبعا نهدف منها مشاركة جميع فئات المجتمع بالأخص أبنائنا وطلاب وطالبات المدارس.